مرحبا بأطفال سبورانات. لما باش نبداو الدرس الأول في الأنشطة الخطية، باش نبداو بتمارين بسيطة لين احنا باش نستنسو بمسك القلم وطريقة مسك القلم، ومن بعد باش نمروا للدروس الأخرى اللي هي أكثر صعوبة شوية. باش نبداو مرة الأولى التمارين الأول، شنو يقول لنا؟ يقول أضيفوا نقطة أخرى للمطري. احنا قاعدين نشوفوا لهنا في الصورة، قاعدين تشوفوا عنا سحب وعنا شمس هكا مازالت دوما طالعة شوية، وعنا برشا أمطار، عنا بنوتة صغيرة وهذا صحابة متاحة باش هي تصبش عليها المطر. احنا التمارين شنو قالنا؟ باش نزيدو نقاط للمطر. كيفاش باش نزيدو؟ ريتو كيفاش نقطة المطر؟ احنا باش نتبعو شكل نقطة المطر. بالنسبة للقلم، القلم شدوه بالسبابة كما هكا، ومن بعد نجيبو الإبهام ونشدوه ونتكوه على الإصبع الوسطى. نشدوه بالسبابة كما هكا ونخليو القلم بتاعنا يتكى على الوسطى، ونرسمو بعض النقاط التي تشبه المطر كما قاعدة أنا توا نعمل. أكيد أنتم قاعدين تابعوا فيا. يزلنا نرسمو برشا نقاط باش تولي فما الكثير من الأمطار كما قاعدين تشوفوا. أنا رسمت بعض الأمطار باش تولي عنا الكثير من الأمطار. الأمطار كلها خير ومنفع. أنتم زادة أكيد راكم تتابعوا فيا، صحيتو، أكيد راكم أكملتو التمارين كما أنا أكملت تماريني، وهكا ولت عنا برشا أمطار. هذايا التمارين الأول قمنا بإنجازه بنجاح. توا باش نتعداو للتمارين الثاني اللي هو زعما شنو باش يقول لنا التمارين. التمارين الثاني قال لنا أضيفوا حبوبا للطيور. ونشوفوا فيها الطيور. نعم الدجاجة هي من صنف الطيور. لدينا دجاجة، اثنان، ثلاثة، أربعة، لدينا أربع دجاجات. وهذه الدجاجات قاعدة تاكل في الحبات، قاعدة تاكل في الحبات، أما الحبات هذوما صغيرين، يلزمنا نعاودوا نرسموا حبات أخرين باش الدجاجة تاكل برشا. باش نختاروا اللون اللي هو يشبه للحبات اللي موجودة على الورقة. باش نختاروا اللون هذا ونحاولوا نرسموا برشا حبات. باش نرسموا حبة هنا، حبة هنا، برشا حبوب، باش الدجاجة تاخذ كفايتها من الطعام. أكيد مش باش نخليو دجاجتنا جيعانة هكيكا، صحيتو. احنا توا عطينا للدجاجات برشا حبوب، قاعدة الدجاجة هذي لازمنا نعطيوها زادة الحبوب. هكا نكونو كملنا التمارين متاعنا وعطينا لدجاجتنا الحبوب. ما هذا يا أطفال؟ هل عرفتموه؟ نعم إنه تمساح. وهل التمساح حيوان مخيف؟ أكيد إنه حيوان مفترس، لكن نحن سنملأ هذا الحيوان بنقط ملونة مثل ما ترونها هكذا ليصبح التمساح حيوان جميل. هكذا ماذا سنفعله الآن؟ سنقوم بإتمام النقاط على كامل التمساح، ولكن بنقاط مختلفة وليست بنفس النقاط. لدي الآن لدي أربعة ألوان: الأحمر، الأخضر، الأصفر والأزرق. سأقوم بتنقيط تمساحي الجميل ليصبح حيوانا سعيدا. سأضع أقلامي بجانبي وأبدأ بالتنقيط. سأبدأ بتنقيط اللون الأصفر هكذا.
سأقوم بالتنقيط باللون الأزرق. سأقوم الآن بإضافة اللون الأحمر. والآن سأقوم بإضافة اللون الأخضر. الآن أكملنا التمساح الجميل. هل أصبح تمساحنا سعيد؟ نعم، ما أجمل تمساحنا، لم يعد حيوانا مفترسا بل أصبح حيوانا سعيدا جميلا. التمرين الموالي كيف سيكون يا ترى؟ ماذا يقول السؤال؟ السؤال يقول: واصل رسم حبات الرمل لتصل البنت إلى الخيمة وليصل الطفل إلى الأرجوحة. أين البنت؟ ها هي، هذه هي البنت. وأين حبات الرمل؟ ها هي حبات الرمل. وأين الطفل؟ ها هو الطفل. وأين الأرجوحة؟ أحسنتم، ها هي. وأين الخيمة يا ترى؟ نعم، ممتاز، هذه هي الخيمة. فلنبدأ في الأول إيصال البنت إلى الخيمة برسم حبات الرمل. سأختار اللون الأحمر وأقوم برسم حبات الرمل كما هو موجود في البداية وكما أنا الآن أرسم. الآن وصلت البنت إلى الخيمة. أحسنتم يا أطفال، أوصلتم البنت إلى الخيمة، فماذا بقي لنا؟ علينا إيصال هذا الطفل إلى الأرجوحة. سنختار اللون الأزرق ولنبدأ برسم حبات الرمل لنصل هذا الولد المسكين إلى أرجوحته ليلعب بها. هيا معا. الآن وصل الطفل إلى الأرجوحة. أحسنتم، لقد قمتم بإيصال البنت إلى الخيمة والطفل إلى الأرجوحة. هكذا أسعدتم البنت والولد. أحسنتم يا أطفال، عملكم ممتاز اليوم. فلنتقابل في التمارينات الموالية. إلى اللقاء يا أصدقاء.